درسنا النهاردة عن هو وهي. هو وهي دول ضمائر الغائب. يعني ايه ضمائر الغائب؟ ضمائر الغائب يعني بتكلم عن حد هو مش موجود معايا. هو للولد وهي للبنت، هو للمذكر وهي للمؤنث. تعالوا نشوف كده التدريبات بتاع كتاب المدرسة. هنوصل كل صورة مناسبة بكلمة زي هو وهي. أول صورة صورة ولد، هل نقول هو ولد ولا هي ولد؟ طبعا هنقول هو ولد. الصورة اللي بعديها رجل عجوز، هنقول هو رجل ولا هي رجل؟ طبعا هنقول هو رجل. صورة البنوتة الحلوة اللي قاعدة، هنقول هو بنت ولا هي بنت؟ لا طبعا هي بنت. والسيدة هنقول هي سيدة. السؤال الثاني هنحط مكان النقط هو أو هي. الصورة الأولى عندنا لولد يرسم، الولد هنقول هو ولا هي؟ برافو عليكم، هو يرسم. الصورة الثانية لبنوتة بتلعب، هو تلعب ولا هي تلعب؟ لا طبعا هي تلعب لأنها بنت، هو ولد وهي للبنت. البنوتة دي بتشرب، هل هي هو تشرب ولا هي تشرب؟ هي تشرب. والولد بيأكل، هنقول هو يأكل ولا هي تأكل؟ طبعا هو يأكل عشان هو ولد. يبقى احنا عرفنا ان هو للمذكر وهي للمؤنث، هو للولد وهي للبنت. تالت سؤال معانا او مش سؤال، هو هنقرا مع بعض. هي اختي، هي بنت، هي اختي، اخذت هي. هو ولد، هو ولد. هو اخي، هو اخي ولد. هو يلعب، هو يلعب. هي تنام لانها بنت فتاخد هي، هي تنام. هو اب، هي جده. هو يبكي، هي تشرب، هي تاكل. يبقى اول صفحه معانا خلصت. الصفحه اللي وراها هنعبر عن الصوره بجمله من كلمتين، جمله من كلمتين. أول كلمة هو أو هي، وبعد كده الجملة الثانية هنعبر عن الصورة. أول صورة صورة عندنا ولد يلعب، هو يلعب. برافو عليه. ينفع نقول هي يلعب؟ لا. الصورة اللي بعديها بنت نايمة، بنوتة، تاخد هي ولا هو؟ هي طبعا، هي تنام. والصورة اللي بعديها بنوتة بتطبخ، نقول هي تطبخ. واللي بعديها ولد يأكل، هنقول هو يأكل. كده يبقى احنا خلصناها. هنخش على السؤال اللي بعده، هنوصل هو او هي وهنعمل جمله مفيده. تعالوا نشوف. ناخد اول حاجه هي. هي هل ينفع اقول هي ينام؟ ما ينفعش. طب ينفع اقول هي تلعب؟ ينفع. يبقى تعالوا نوصل، هي بتلعب. طب هي تلعب ايه؟ هي تلعب في الحديقه ولا هي تلعب على السرير ولا هي تلعب في المطبخ ولا هي تلعب على الكرسي؟ طبعا هي تلعب في الحديقه. هي ينام قلنا ما ينفعش. طب هي يأكل؟ لا ما ينفعش. طب هي تجلس؟ هي تجلس. تجلس فين؟ تجلس على السرير ولا في المطبخ ولا على الكرسي؟ طبعا تجلس على الكرسي. كده احنا خلصنا هي. تعالوا هو ينام؟ بسرعة يلا وصلوا. هو ينام، هينام فين؟ في المطبخ ولا على السرير؟ لا طبعا هينام على السرير. نوصل على السرير. طب هو ياكل، هو هياكل فين؟ اكيد في المطبخ. وصلنا؟ شاطرين، برافو عليكم. السؤال اللي بعده هنرسم وجه ضاحك على الجمله الصح، لكن الجمله الغلط مش هنعمل وجه ضاحك عليها. طيب هو تنام على السرير، ينفع نقول هو تنام؟ تنام دي مش بنقولها على البنت؟ لا تبقى غلط، مش هنرسم عليها وجه ضاحك. طب تعالوا اللي بعديها، هي تلعب في الحديقة صح؟ هنعمل وجه ضاحك عليها. اللي بعديها، هي يلعب بالكرة؟ تنفع؟ لا ما تنفعش، يبقى مش هعمل عليها وجه ضاحك. طيب هو يأكل الجذع؟ ينفع، ده هو ولد يأكله. برافو، يبقى هعمل عليها هابي فيس. كده خلصنا ضمائر الغائب معانا، هو وهي. السلام عليكم.